بمخافة الله وأنصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا البشير. بركاته من مزامير أبينا داود النبي والملك. بركاته على جميعنا. الرب عادل في كل طرقه وقدوس في سائر أعماله. الرب قريب لكافة المستغيثين به ولكل الذين يدعونا إليه. باسم الرب إله القوات. المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. ولما رجع الرسل حدثوه بجميع ما فعلوا فأخذهم وانصرف منفردا إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا. فالجموع إذ علموا تبعوه فقبلهم وكان يخاطبهم عن ملكوت الله. والمحتاجون إلى الشفاء كان يشفيهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجمع ليذهبوا إلى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما لأننا هاهنا في موضع خلاء. فقال لهم أعطوهم أنتم
لهم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا أن نمضي ونبتاع طعاما لهذا الشعب كله، لأنهم كانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه أتكئوهم فرقا 50 50، ففعلوا هكذا وأتكأوا الجميع. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن، ثم كسر وأعطى التلاميذ ليقدموا للجمع، فأكلوا وشبعوا جميعا ورفعوا ما فضل عنهم من الكسر 12 قفة مملوءة